غادر البلاد الليلة الماضية فخامة الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل مختتما زيارته للبحرين بعد أن أجرى مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله. وكان في مقدمة مودعي الرئيس داني فور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وسمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.